عندنا هذه بيجو 106 موتورها سيمي انجكسيون اللي هو كرباتير مونوبوان يسموه اللي هو انجكتير برك مونوبوان سيمي انجكسيون يعني موتور يشبه للدي 105 انما يبدلوا له في عوض الكرباتير حطوا له بوبين وحطوا له كرباتير سيمي انجكسيون ونحوا له بومب اسونس وحطوا له بومب ريزرفوار هذايا موتور 106 سيمي انجكسيون يسموه فما منو 106 زاد بالكرباتير اللي هو هنا كرباتير وهنا داكو هذا توها باش نبدلوه له تو نوريكم الموتور الجديد هو الان باش نركبوه يعني اللي هو مستعمل باش نوريكم الموتور هذا كيف يهبط لبرا هيكل بون ماهيش اشكاليه كبيره في نحال الموتور 106 في حد شيء حاجه خفيفه هاو مش هيك هيكل هنا عندنا كاردون مش نبل يمين نحوه عندنا فيه روتيله ملوطه نفكوها حاليا صحيح نجيبوا برا ننزلوا ننزلوا عليها ونخرجوا نجبدوا الفيتين هنا ونجبدوا الكاردون تاعنا ما فيها شيء يعني سهله العمليه وكذلك من جهه اليسار وعندنا هنا في الموتور عندنا بعض الحاجات اللي هو عندنا شاكمون هذايا باش نحوه عندنا سيبور بوات هذايا من هنا وعندنا سيبور موتور من هنا من جنب اليسار هو تحت الكارطه هنا هذايا جنب اليسار سيبور موتور وعندنا بعض الخيوط اللي هما نتاع انستالاسيون وعندنا الديريتات نتاع الماء والراديتير اللي هو من هنا من قدام يعني حاجات كلها سهله مش صعيبه يعني نجم اي انسان نجم ينحي الموتور وحده يرجع يعني هذه البوات طبعا راكبه فيه ينجم فما اللي شكون ينجم ينحي الموتور وحده من غير ما ينحي البوات وفما اللي يحب ينحيه بالبوات كامل نحي السوبر باتري باش يوسع عليك في الخروج ما تنحاش ما تنحاش مسبوب الصبار ضرب شوية ترى شوية هذا الموتور القديم او نحاه هيكل باش يفك منه الدمرير والبوات لان باش يركبهم في المحرك الاخر
هذه باش نعطيكم شويه فكره على مكونات الميكانيك الامامي نتاع 106. انا 106 هذه بعد ما نحينا الموتور في حاجات تبان لكم واضحه اكثر، نجموا ناخذوا عليها فكره اكثر. عندنا هنا قدامنا اللي هو السيرفو نتاع الفران، اللي هو يعني يحمل الهواء باش ينجم يدوس عليه بسهوله الفران. عندنا هذا السيرفو نتاع الفران، وعندنا هذه طرمبه الفران اللي هي البومب، عندنا الدبوسه نتاعها اللي هي البوتاي نتاعها اللي فوق منها، عندنا تحت السيرفو عندنا كريمير اللي هي كريمير هذه نتاع 106، كريمير جيم لوطه نتاع 106 وكريمير. البراوات الزوز راكبين يبدو في 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 برا واحده، مش كيما الكهرباء الاخرين برا على اليمين وبرا على اليسار. في 106 برا بركه هي تجبد على اليمين وتجبد على اليسار، يعني شفتوها تاخذ البراوات الزوز مع بعضهم على اليمين هكا، وتاخذ البراوات الزوز مع بعضهم على اليسار، يعني سيستم واحده، يعني بجهه واحده، يعني مش كيما السيارات الاخرى عندها برا اللي تخرج من الكاميرا برا واحده مش زوز، يعني هي تاخذ يمين ويسار، يعني عاملينها سيستم هذاك اللي هو فيها برا يمين طويله فيها برا يسار طويله، يعني نجم نقول البراوات اليمين ويسار قد بعضهم في في 106 خاطر جايين في الوسط. عندنا هنا الوحده اللي تعمل منها الفيتاسات اللي هي التيج نتاع الفيتاس، عندنا هذه الفيتاسات هذه اللي هي نتاع التيج نتاع الفيتاس اللي هي تشغل الفيتاسات نتاع البوات، هذه عندنا الفيتاسات اللي هي نتاع 1 2 3 4 5 يعني ومارشالية اللي هي نتاع الفيتاسات. عندنا هنا الشاسيات هذوما على اليسار، الشاسيات على اليمين، هنا عندنا كارتة تجي في جنب هي على الكاتبو، الكارتة نتاعها تجي هكا في جنب على الكاتبو كالكيلاتور. عندنا الدريتات نتاع الشوفاج هذوما يخرجوا من الشوفاج زوج دريتات، وعندنا الدريتات نتاع ليسونس يجيبوا ليسونس خاطر البومب ليسونس في الريزرفوار هذوما. وعندنا هنا من جنب اليمين عندنا اللي هو كاردون، هذايا كاردون، عندنا كاردون، وعندنا في دي اللي هو فيه لامرسير وفيه كل، عندنا في دي، عندنا تريونج، عندنا ديسك فران، وعندنا تري نتاع فران، وعندنا رومون فاست التريونج هنا في الفيزي، وعندنا هذه البرا اللي جايه شفتوها وريتهالكم غادي، هذه اللي جايه على اليمين للكاميرا، تشد في الفيزي، عندها الفيزي نتاعها حتى هي سبيسيال تبدل كامل، ما تنجمش تبدل واحدة من غير مؤشر، تبدل كامل، هذه جنب اليمين، عندنا جنب اليسار، هذا كيف كيف، فيه فيزي كامل، فيه البرا هذه اللي جاية من كريمير، برا على اليسار، فيه فيزي كامل، فيها هذا كيف كيف ديسك فران، وفيها تري نتاع فران، وفيها تريونجل الجي من اللطف، هذوما المكونات، في وسط المحرك الداخل ما وريتكمش أنا الشكمو. اللي هو يجي خرج الدخان يجي من تل الشكمو هذيا نتاع 106، وفيه صوند لامدا اللي هي تعمل كالكيل نتاع السخانه نتاع الموتور، وعندنا كابل امبرياج اللي هو ينزل امبرياج يخدم هو، وعندنا انستالاسيون نتاع الضوء اللي هي تجيب الضوء للمحرك والامور هذيك الكل. فكرة على موتور 106 اللي هو سيمي انجكسيون، يتكون من محرك عادي كيما ال 205 يركب حتى 205 لوقت تبدل هذه وتبدل هذه يرجع 205. شنو اللي فيه كارباتير سيمي انجكسيون، فيه بوبينه في عود دايكو، فيه كولكتور نتاع الشاطمون هذي هنا، فيه الالترناتور جنب اللي صار، فيه الامبرياج والفولون موتور هذي، فيه الكابتر اللي يمشي عليه اللي يمشي يخدم عليه الموتور، الكابتر يجي من تالي، هذه بيبيت ترموستا، كولكتور ادميسيون، من قدام عندنا الكاش نتاع الشان، عندنا الشان يجي ورا الكاش هذايا، عندنا بولي موتور، عندنا طبعا الكارتير والكلاس وبلاستيبور موتور والديريتات الامور هذيك كلها معروفه.